باب الصوم، وهو لغة الإمساك وشرعا إمساك عن مفطر بشروطه الآتية: فرض في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وهو من خصائصنا ومن المعلوم من الدين بالضرورة. نعم. الصوم لغة الإمساك، إمساكنا عن أي شيء كان، إمساكنا عن الكلام أيضا، أو إمساك عن فعل، أو إمساك عن تناول شيء، أيا كان إمساك مطلقا يقال صوم، صام بمعنى أمسك. ثم في الشرع إمساك خاص، هذا الذي يقول إمساك عن مفطر بشروطه الآتية، بشروطه اللاتية. سيبين المفطرات، يعني وصول عين جوفه هكذا. فإذا ماذا أراد بشروطه اللاتية؟ شروط الناتية يعني كونه مسلما مميزا، ثم سالما من نحو حيض في جميع الصوم، وكذلك من الإغماء والسكر وهكذا في بعضه. وهذه المراد بقوله شروطه اللاتية. ثم متى شرع هذا الصوم؟ في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وهو من خصائصنا، هكذا ذكر المصنف، وهو من خصائصنا. فإذا يشكل عليه قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الله تعالى قال كما كتب على الذين من قبلكم، فإذا بناء على أن صوم رمضان من خصائص هذه الأمة، فمعنى قوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، هذا مطلق الصوم ليس صوم رمضان، يؤول هذا القول بمطلق الصوم. أما ما ذكر المصنف من أنه من خصائصنا، هو صوم رمضان من خصائصنا، هكذا ذكر من جعله من خصائصنا. لكن هناك بعض الأئمة ذهبوا إلى أنه ليس من خصائصنا، بل هذا رمضان كان فرضا على جميع الأمة، كما ورد في بعض الأحاديث. اليهود كان عليهم صوم رمضان، ثم بعد ذلك تركوا وصاموا يوما من السنة، وهو يعني يوم عاشوراء، هكذا هم يعني اخترعوا وظلوا. ثم ومن المعلوم بالدين بالضرورة، لأجل ذلك من أنكر وجوب الصوم وجاهده يكفر والعياذ بالله. نعم. يجب صوم شهران، صوم شهر رمضان، ثم يبين يعني سبب الوجوب على في المتن، يعني على كل مكلف مطيق له، على من يجب، هذا الذي يبين في المتن. أما شارح أضاف إليه أسباب الوجوب، هذا يجب صوم شهر رمضان إجماعا. صوم شهر رمضان يجب على سبيل العموم، يعني يجب على جميع الناس إجماعاً، هذا دليل الوجوب بالإجماع. الإجماع يقال لو كان هناك آية حديث كتب عليكم الصيام، هذا أيضاً يفيد وجوب شهر رمضان، صوم شهر رمضان، وكذلك أحاديث أيضاً. لكن لو كان إجماع، وهم يقدمون الإجماع لأنه أقوى عند الأصوليين، ثم لا يكون فيه شبهة، لذلك يقدمون، لذلك قال إجماعا. ثم يجب صوم شهر رمضان إجماعا بأي شيء؟ هذا يبين السبب: بكمال شعبان 30 يوما، أو رؤية عدل واحد هلاله بعد الغروب، هكذا هناك يعني تفاصيل. لأن السبب الأول كمال شعبان 30 يوما، لو كمل شعبان 30 يوما يعني غربت شمس اليوم 30 من شعبان وجب الصوم، يعني في اليوم الثاني أو في يوم الغد هو أول من رمضان يجب الصوم في ذلك اليوم على جميع المسلمين بهذه الشروط. ثم السبب الثاني أو رؤية عادل واحد هلاله، هذا سببان مذكوران في الحديث في التاسع والعشرين من كل شهر يتحرى الهلال، فإذا لو رؤي الهلال يصوم، وفإن غم عليكم هذه صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا هو رأى وعدل واحد هلاله، هذا عدل واحد. ثم ذكر المصنف غاية له ولو مستورا، يعني العدل عدالة يكون إما يكون عدل مستور العدالة أو يعني ظاهر العدالة. من هو مستور العدالة؟ وهو من ظاهره التقوى، ظاهر سيرة أعمال هذا الرجل التقوى، لكن ماذا باطنه لا يعلم. باطن يعني يعلم بتعديله عند القاضي، قاضي يراقب أحواله الباطنية، ثم لو وجده عادلا في باطنه يعدله، يعني يعلن أنه عدل. وهكذا لم يعدل عند القاضي، بل ظاهره التقوى هو مستور العدالة، هذا يكفي. هل يشترط فيه نفي يعني خارم المروة؟ لا يشترط فيه. قال علي شبراملسي قضية الاكتفاء بالمستور أنه لا يشترط هنا سلامته من خارم المروءة وهو ظاهر، يعني في الشاهد في باب القضاء في الشاهد يشترط أن لا يكون فيه خارم مروءة، خوارم المروءة ينبغي أن لا يكون في حقه. أما هنا في هذا العدل الذي يرى يعني الهلال، لو كان خارم مروءة يعني هو يتناول يأكل في الطريق والأسواق، أو يعني هو يداوم على كراهة، وهكذا لو كان هناك خرم مروءة فلا بأس يقبل شهادته هنا. هلاله، ماذا رأى برؤية عدل؟ ماذا رأى؟ هلاله، يعني هلال رمضان. متى رأى؟ بعد الغروب. فإذا لو رأى قبل الغروب هذا لا يكفي، يمكن قبل تمام غروب الشمس رأى الهلال، ثم لم يستمر هذا الهلال أن يرى إلى ما بعد الغروب، هذا لا يكفي، بل ينبغي أن يرى بعد الغروب، سواء كان طلوع هذا الهلال قبل الغروب أو بعد الغروب، ينبغي أن يرى بعد الغروب. فإذا هذه الرؤية بأي شيء؟ رؤية بعين مجردة، لا يكفي الرؤية بالتلسكوب. لماذا؟ العلماء قالوا ذكر في التحفة لا بواسطة نحو مرآة، لا بواسطة نحو مرآة. فإذا لو رؤية هكذا، يعني مثلا هذا الرجل في داخل بيته في جداره مرآة، اتفاقا هو رأى ممكن من نافذته هذا السماء يعني الواضح، فإذا هناك طلع الهلال وهذا رؤية في مرآته، ثم هو يعني خرج ونظر عندئذ غربا، هذا يكون عمره لحظة فقط في بعض الأحيان، لذلك ممكن لو غطى عينيه مرتين ثم لو نظر لا يرى، أولا يرى، يعني هكذا يكون عمره قليل جدا. فإذن هذا نحوي مرآت، أو يعني هو رأى في الماء مثلا، كان يراقب في الماء أشياء، فإذن رؤية في داخله هذا الهلال، يعني الهلال طلع في السماء، لكن هذا انعكس في الماء، ثم هو خرج ونظر إلى السماء، عندئذ لم يرى، هذا لا يكفي. فإذن لو لم يكفي هذا رؤيته بالمرآة وكذلك رؤيته في الماء وأمثالهما، وهذا بعد ظهور الهلال في السماء ظاهرا، فرؤيته بالتلسكوب وآلة حديثة لا يكفي. لماذا؟ وهذه الآلات تظهر ما لا يظهر عند عين مجردة، نعم، هكذا. لأجل ذلك لا يكفي أصلا على مذهبنا، ينبغي هذا رؤية بعين المجردة. لماذا قال الفقهاء هكذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق يعني هذا وجوب الصوم برؤيته، كذلك الفطر أيضا، صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، هذا خطاب لعامة الناس، عامة المسلمين. فإذا الذي يفرض في حقهم الرؤية بمجرد يعني بالعين المجردة، نعم، ليس بالآلات. فإذا هم استنبطوا هذا من دقيق هذا الاستعمال في الحديث. يجوز الحساب، لا يجوز الحساب أيضا، الاعتماد على الحساب ليس بجائز، كما ذكر في التحفة وسائر كتب الفقه، الاعتماد على الحساب لا يكفي، يجب الرؤية. إذا شهد بها هكذا يعني بعد الغروب رأى، ثم لا يكفي مجرد الرؤية، بل يجب يعني شهادته عند القاضي، هذا الرائي العدل يشهد عند القاضي. في الشهادة أيضا شرط، كيف يشهد؟ سيبينه. إذا شهد بها أي بالرؤية، هذا العدل شهد عند القاضي ولو مع إطباق غيم، ممكن و ولو مع إطباق غيم، نعم، السماء كانت مغيمة، ومع ذلك هذا رجل عدل رأى، وهو رجل عدل شهد عند القاضي أنه رأى، هل يقبله قوله القاضي؟ نعم، يقبل القاضي، لكن في هذا الغيم قيد، لا يحيل الرؤية عادة. لو كان هذا الغيم يحيل الرؤية فلا يقبل قوله، وإلا يقبل. لماذا؟ هذا مع وجود الغيم يمكن أن يرى الهلال، لأجل ذلك ممكن هناك يكون في الغيم انحسار بموضع، زوال الغيم بموضع، أو يكون هذا السحاب متقطع، فإذا أثناءه يمكن أن يرى، هكذا احتمالات. لأجل ذلك نعتمد على عدالة هذا العدل الواحد. ثم أما لو كان هذا غيم إلى حد أن يحيل الرؤية فلا يقبل قوله، بل نخطئه، نعم، لأجل إحالة الرؤية عند العقل. ثم كيف يشهد؟ في الشهادة أيضا شرط، هذا الذي يقول بلفظ أشهد أني رأيت الهلال، بلفظ الشهادة يشهد، لا يكفي رأيت قوله رأيت الهلال، بل يجب الشهادة، أشهد أني رأيت الهلال، أو يقول أو أنه هلا، يعني أشهد أن رمضان هلا، هكذا. ولا يكفي قوله أشهد أن غدا من رمضان، هذا لا يكفي، بل شهادته برؤية الهلال. فإذن يجب في شهادته ما يدل على رؤيته، هذا هو، لا يكفي أنه من رمضان، غدا من رمضان. ثم ولا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين، هكذا عدل شهد عند القاضي. ثم هل تقبل شهادة عدل على شهادته؟ ما هو تصوير هذه الشهادة، الشهادة على الشهادة، يعني جاء هكذا عدل وشهد عند القاضي أنه رأى الهلال. فإذا كان هناك رجل آخر وهو يذهب إلى بلد آخر ويشهد هناك عند الناس أو عند القاضي، هو يشهد أن فلانا شهد عند القاضي برؤيته الهلال، وهذا شهادة على شهادة. هناك لا يكفي عدل واحد بل يجب عدلان، نعم، إلا لا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين. فإذا يكفي بشهادة العدل على الرؤية، وهذا ليست شهادة على الرؤية بل هذا شهادة على الشهادة. ثم وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي بشهادة عدل بين يديه كما مر. ومع قوله ثبت عندي يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه، نعم. فإذا هناك ذكر برؤية الهلال ثم شهادة هذا الرائي عند القاضي، وبشهادته عند القاضي هل يجب الصوم على جميع أهل البلد؟ لا يجب بذلك أيضا، بل يجب بعده حكم القاضي. هذا الذي يقول يجب بعده حكم القاضي. لو حكم القاضي بشهادته بأن غدا من رمضان يجب الصوم وإلا لا يجب الصوم، هذا وبثبوت رؤية هلال رمضان عند القاضي. كيف ثبت عنده؟ بشهادة عدل بين يديه كما مر. وبه ثم ومع قوله ثبت عندي، هذا عطف على قوله بثبوت. ومع لا بثبوت لا هذا ومع قوله عطف على قوله بشهادة عدل، نعم. ثبوت رؤية الهلال رمضان عند القاضي يكون بأمرين، بشهادة عدل عنده وبقوله ثبت عندي، هكذا هو يحكم. بعد ذلك يجب الصوم على جميع أهل البلد المرئي فيه، نعم. إما يقول هكذا ثبت عندي أو هو يقول حكمت بشهادته هكذا. فإذا هذا قول واجب، أو لو سكت ماذا يكون حاله؟ فيه بحث للعلماء أن ثبوت هنا بمنزلة الحكم، وقياس ذلك أنه لا أثر لرجوع الشاهد بعده. وعلى أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب على من علم بها، نعم. إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه. وقضية ذلك أن من أخبره عادل برؤية الهلال لا يجب عليه صومه إلا إن اعتقد صدقه لا مطلقا، هكذا يعني عندنا في الشرواني بحث طويل، نعم. وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر برؤيته. فإذا إما برؤية هذا بإكمال شعبان 30 أو بثبوت الرؤية عند القاضي. هل هناك سبب آخر؟ نعم، هذا لو انتشر، لو جاء خبر متواتر برؤيته يجب الصوم على جميع الناس من أهل المحلة، نعم. لذلك قال وكالثبوت عند القاضي، هذا الخبر المتواتر برؤيته، ينبغي أن يكون الخبر متواترا. لذلك قال ولو من كفار لإفادتها للم الضرورية، نعم. فإذا يجب يعني التعدد في كل يعني طبقات الخبر. فإذا كل يخبر عن رجل واحد ثم انتشر الخبر، هذا لا يكون متواترا. في التواتر كما علم من بابه يشترط في كل طبقات المخبرين هذا العدد الذي يستحيل تواطؤهم توافقهم على الكذب. إذا لو كان هذا خبر منتشر لكن عن مصدر واحد أو مصدرين أو ثلاثة لا يكفي، بل يجب هناك هذا التعدد في كل طبقات. نعم. ولو من كفار لإفادتها للعلم الضرورية وظن دخوله، فإذن هل يعتبر من بينها هذه يعني أخبارات الوسائل الإعلامية أو الوسائل الاجتماعية؟ لا يعتبر شيء منها. لماذا؟ هذا لا يوثق بهذه الأخبار، فضلا عن كونها يعني متواترة، هذا يأتي كل هذا من مصدر واحد. نعم. هكذا لا يتصور هناك التواتر، وكذلك هم يعني يخطئون كثيرا في الأخبار مطلقا، لذلك لا يوثق بأخبارهم. ثم وظن دخوله بالعمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة، هذا سبب آخر. وظن دخوله هذا عند الشبهة بالعمارة الظاهرة التي لا تتخلف عادة، مثلا كروية القناديل المعلقة بالمنابر، هكذا لو رؤية يعني الهلال ماذا يفعل؟ يعلق من دي نعم يعلق بالمنابر قنديل، فإذا رجل اشتبه عليه، فإذا رأى هذه العلامة فيظن، هذا عادة لا تتخلف، فإذا هو ظن ثبوت رمضان، يكفي له هذا. نعم. يجب عليه رؤية القناديل، كذلك الضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة، هكذا يعني علامات. ويلزم الفاسق والعبد والأنثى العمل برؤية نفسه. ثم هذا استدراك واستثناء مما مضى، يعني ذكر إما برؤية عادل هذا هلال رمضان، أو يعني خبر متواتر، أو ظن دخوله بالعمارات الظاهرة. إذن حينما ذكر يعني رؤية الهلال ذكر من يرى هذا الهلال عدل، فإذا لو رأى غير عدل يعني فاسق، أو يعني هناك العدالة ليست عدالة الرواية بل عدالة الشهادة، لذلك العبد لم يدخل في العدل، المرأة أيضا ليست داخلة في العدل بل هما خارجان، لأن العدالة هناك في هذا الباب عدالة الشهادة ليست عدالة الرواية. فإذا لو رأى عبد لا يثبت به الهلال عند القاضي ولا لا يجب الصوم برؤيته. كذلك لو رأت امرأة هذا الهلال نعم أو رأى الفاسق، فإذا والذي سبق يعني عموم الوجوب على جميع الناس، لأجل ذلك يجب رؤية عدل. أما لو رأى هلال رمضان فاسق أو عبد أو أنثى يجب عليهم العمل برؤية نفسه. نعم، يجب عليهم يعني أن يصوم سواء ثبت عند القاضي أو لم يثبت عند القاضي، أو برؤيتهم لا يثبت عند القاضي بل رأى آخر ثم شهد عند القاضي ثبت، هكذا أو لم يثبت. نعم. وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق يجب عليهم برؤية نفسه. كذلك يجب على بعض الناس وهم يثقون بقول هذا الفاسق أو العبدي أو الأنثى، فإذا الرجل يثق بقول زوجته أو أمه بنته، هذه البنت هي التي رأت، فإذا يجب على هذا الرجل أيضا. ومراهق في إخباره برؤية نفسه أو ثبوتها في بلد متحد. وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق. صدق يعتقد صدقه في أي شيء؟ في إخباره برؤية نفسه. ثم يذكر سببا آخر، يعني أولا رؤية الهلال، ثم خبر متواتر، وكذلك ظن دخوله بالعمارة، او ثبوتها في بلد متحد مطلعه. هذا عطف على قوله وكالثبوت عند القاضي الخبر المتواتر وظن دخوله وكذا من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق. ثم أو ثبوتها أو ثبوتها والمعتمد أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال حتى به بنا زيادة. نعم هذا صحيح. يعني مسألة اتحاد المطلع سيأتينا. أو ثبوتها هذا عطف على قوله رؤية نفسه. فإذا هذا الأول يعني من اعتقد صدق نحو فاسق ومراهق في إخباره برؤية نفسه، فهذا محترز قوله يعني العدل برؤية عادل واحد هلاله. ثم بعد ذلك قال لا تقبل شهادة على شهادة إلا بعدلين، لا يقبل على شهادته إلا شهادة عدلين، هكذا ذكر. فإذا ليس هناك يعني عدلان بل رجل واحد فقط، وهذا العدل الواحد لا هذا الرجل الواحد ليس عدلا أيضا. هكذا يعني شهادة على شهادة. وفي هذه المسألة أيضا يعني الشهادة على شهادة في هذه المسألة أيضا يعتبر قول الفاسق وكذلك يعتبر قول المراهق العبد والأنثى. متى يعتبر؟ لو كان يصدقه آخر يثق بهذا الخبر، هكذا. فإذا أولا يعني برؤية نفسه يرجع إلى قوله عدل واحد، ثم أو ثبوتها يرجع إلى قوله ولا يقبل شهادة عليه إلا بشهادة عدلين أو ثبوتها. وهو أخبر بأن الرؤية ثبتت في بلد متحد مطلعه. سيأتي يعني معيار اتحاد المطلع كيف يكون، هذا سيأتي سواء أول رمضان أو آخره على الأصح. في هذا الظن يعتبر بظنه سواء كان أول رمضان لإيجاب الصوم آخر رمضان يعني للفطر أنه هذا هلال شوال. ثم والمعتمد أن له بل عليه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها. هذا اعتماد العلامات عند شبهتي ليس في أول رمضان بل في أول شوال أيضا. نعم هذا يجب. نعم معتمد أن له بل عليه يجب عليه اعتماد العلامات. العلامات يعني ذكرنا القناديل وكذلك يعني إيقاد النار على الجبل وهكذا، كذلك ضرب الطبول ونحوها إذا حصل له اعتقاد جازم بصدقها يعني بصدق هذه العلامات كما أفتى به شيخانا ابن زياد وحجر كجم محققين. ثم وإن صاموا ولو برؤية عدل أفطروا بعد 30 وإن صاموا من هذا الناس يعني بدأ شرعوا في الصوم. كيف شرعوا؟ ولو برؤية عدل فقط، يعني ما رأى كلهم الهلال بل كيف بدأوا في صومهم برؤية عدل واحد فقط. يفطروا بعد 30 وإن لم يروا الهلال، ممكن بعد 30 من رمضان بناء على حسابهم بالنظر إلى رؤية هذا العدل الواحد بعد 30 لم يروا الهلال يعني هلال شوال يجب عليهم الفطر. نعم يتركون الصوم. وأني في الحادي والثلاثين لا يصومون. ولم يكن غيم يعني لم يروا الهلال ما كان غيم أيضا يجب عليهم هذا الفطر لكمال العدة بحجة شرعية يعني صومهم برؤية عدل هذا حجة شرعية لأجل ذلك كمل الشهر. ثم لا يجب الصوم في 31 بل 30 فقط هذا قد تم. ولو صام بقول من يثق به ثم لم يرى الهلال بعد 30 مع السحب لم يجوز له الفطر. هكذا فرق يعني هذا رجل يعني بدأ الصوم بسبب وثوقه بقول رجل من فاسق أو عبد أو أنثى أو مراهق هكذا كان يثق به لأجل ذلك بدأ الصوم. ثم بعد ذلك بعد 30 إتمام 30 بناء على هذا القول لم يرى الهلال مع السحب يعني لا يكون هناك غيم بل السماء فيها سحو لا يجوز له الفطر. لماذا؟ هذا بالابتداء كان احتياطا وحينما وثق بقول هذا الرجل لماذا بدأ الصوم احتياطا؟ ممكن أن يكون ذلك من أيام رمضان فإذن يجب في الآخر أيضا احتياط. نعم احتياط كيف في الآخر؟ ممكن ذاك الرجل أخطأ ورجل يعني شرعا هو غير موثوق به في هذا الباب لأجل ذلك ممكن أخطأ لذلك احتياطا لا يفطره. ثم ولو رجع الشاهد بعد شروعهم في الصوم هل يجوز لهم الفطر؟ لم يجوز لهم الفطر يعني هكذا شهد شاهد ثم بعد ذلك بدأوا الصوم بعد ذلك هو رجع بعد شروعهم ولو بدون حكم النوم في الصوم لم يجوز لهم الفطر فطر ذلك اليوم. لو كان هذا الرجوع قبل الحكم هل يؤثر؟ لا يؤثر. فلو رجع العدل عن الشهادة فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع يعني قبل الحكم وبعد الشروع في الصوم. وإن كان قبل الحكم والشروع جميعا امتنع العمل بشهادته. هكذا تفصيل. لذلك هو قال لو رجع الشاهد بعد الشروع بعد شروعهم بالصوم لا يجوز لهم الفطر. نعم. ثم وإذا ثبت رؤيته ببلد لزم حكمه البلد القريب يعني حتى الآن بين المصنف حكم من ببلد الرؤية. فإذن هل يجب على غيرهم من سكان البلدان الأخرى؟ نعم يجب عليهم أيضا في بعض الأحيان. هذا الذي يقول وإذا ثبت برؤيته برؤية الهلال ببلد لازم حكمه يعني حكمه حكم هذا البلد. ما هو الحكم؟ يعني الصوم في أول شهر رمضان كذلك الفطر في آخر رمضان. هذا هو الحكم حكم البلد. هذا لازم البلد القريب دون البعيد. ما الفرق بين القريب والبعيد؟ هذا الذي يبين ويثبت البعد باختلاف المطالع على الأصح. البعد والقرب كيف يعتبر هنا؟ هل يعتبر كما يعتبر في باب السفر يعني بمسافة القصر أو لا؟ هكذا خلاف. بعض قال البعد يثبت بمسافة القصر لكن هذا مرجوح لماذا؟ هذا رؤية الهلال لا يتعلق بمسافة القصر، مسافة القصر يعني في الأرض، لأجل ذلك الراجح يعني باختلاف المطالع. ما هو اختلاف المطالع؟ هذا سيبين. والمراد باختلافها أن يتباعد المحلان بحيث لو رؤي في أحدهما لم يرى في الآخر غالبا، قاله في الأنواري. نعم، هذا هو الراجح. عادة يرى في بلد، كثيرا يرى في هذه الأوقات، لا يرى في بلد آخر. نعم، ثم نادرا ممكن يرى. فإذن هذا في السنة 12 هلالا شهرا، منها كلما يرى في بلد لا يرى في بلد آخر، بل في بعض الأحيان فقط يرى. هذا هناك اختلاف المطالع، لكن الغالب الرؤية، وفي خلاف الغالب عدم الرؤية، يندر عدم الرؤية في ذلك البلد. هناك اتحاد المطالع وكذلك القرب بين البلدين. ثم هذا هو اختلاف البعد والقرب. فإذن في البلد القريب يجب، نعم، دون البعيد ويثبت البعد. ثم هذا اختلاف المطالع. ما معنى المطلع؟ اختلاف المطلع، المطلع يعني هذا طلوع النجم، الشمس أو القمر أو النجم، كذلك غروب الشمس، غروب القمر، غروب سائر النجوم. هذا المراد بالمطلع. إذن الاتحاد والاختلاف ما هو سببه؟ سبب يعني اختلاف الطول والعرض. لو اختلف طول البلد والعرض عن طول بلد وعرض آخر، فإذن يكون هناك اختلاف، وإلا لا يكون اختلاف. ثم حقيقة هذا يكون إذا اختلف الطول ثم يختلف هذا المطلع، فإذن وإن اتحد العرض. على العكس، إن اتحد العرض، لا، اتحد الطول ثم اختلف العرض، وهناك لا يختلف المطلع، كما بين يعني أصحاب الحواشي، هذا شرواني والقليوبي، سليمان الكردي، هؤلاء بيّنوا هذا. نعم، فإذن باختلاف الطول يكون هذا اختلاف. هذا هو الراجح كما في الأنوار. ثم قال التاج التبريزي وأقره وغيره لا يمكن اختلافها في أقل من 24 فرسخا، هكذا ذكر، لكن هذا ليس براجح. لماذا؟ هذا فرسخ هذا في الأرض، هذا مسافة أرضية لا تعلق لها بالمطالع، نعم، بمطالع النجوم والشمس والقمر. ونبه السبكي وتبعه غيره على أنه يلزم من الرؤية في البلد الشرقي رؤيته في البلد الغربي، هكذا ذكر الإمام السبكي رحمه الله. نبه وأقر، هذا قال لو رؤي الهلال في بلد شرقي، ينبغي أن يرى في بلد غربي من غير عكس. معناه لو رؤي في بلد غربي لا يلزم منه أن يرى في بلد شرقي. لكن هناك شيء من الشرط، يعني حيث اتحدت الجهة والعرض بهذين الشرطين. فإذا مع اختلاف العرض أو مع اختلاف الجهة، جهتان ذكرها الشرقي والغربي، ثم أي جهة أخرى؟ هذا جهتان أن يكون البلد مع أن يكون شرقيا، ممكن أن يكون جنوبيا، عرضه جنوبي أو يعني عرضه يعني شمالي، هكذا يختلف الجهة. في العرض تعتبر جهة أخرى، وهذا الذي يريد. فإن مع اتحاد العرل ثم ذكروا مثالا أيضا لهذا بلد مصر ومكة، فإذا لو رؤيا بمكة يلزم أن يرى بمصر، هكذا ذكروا مثالا. هناك يتحد هذان يعني الجهة والأرض. ثم ويشكل عليه يعني كيف يلزم الرؤية، مثلا هذا البلد الشرقي ليس هناك غيم لأجل ذلك الرؤية، هذا بلد غربي مع اتحاد الجهة والأرض، لو كان هناك غيم كيف يرى؟ فإذا هذا الرؤية ليست بلازمة، بل اللازم الطلوع والوجود فقط. لو رؤي في بلد شرقي يلزم أن يهل هلال رمضان في البلد الغربي بوجوده فقط، الرؤية ليست بشرط، ليست بلازمة. نعم، لأجل ذلك هو يقول بعده قيل يدخل في لماذا إذ الليلة يدخل في البلاد الشرقية قبل يعني أولا قبل أن يدخل في البلاد الغربية. نعم، وقضية كلامهم أنه متى رؤي في شرقي لازم كل غربي بالنسبة إليه العمل بتلك الرؤية، وهذا قضية كلام السبكي رحمه الله. وإن اختلفت المطالع، نعم، فإن اختلفت المطالع يجب هذا. اختلاف المطالع يكون باختلاف الطول، فإذا يجب. لكن هذا قول الإمام السبكي رحمه الله وقضية قوله مناف لظاهر كلام الأئمة. لماذا؟ هم قالوا لو اتحدت المطالع يجب البلد، يجب يعني أهل هذا البلد، وإلا لا يجب. هكذا ذكرنا سابقا يعني في البلد القريب فقط يلزم، أما في البلد البعيد لا يلزم. البعد والقرب كيف يكون؟ باختلاف المطالع واتحادها. فإذا هذا مقتضى قول وهو يعني مخالف لقولهم. هكذا مناف. ويوجه كلامهم أن اللازم إنما هو الوجود لا الرؤية، إذ قد يمنع منها مانع والمدار عليها لا على الوجود. لذلك قول الإمام السبكي رحمه الله يدل على الوجود فقط، أما كلامهم يقتضي الرؤية، وهنا لم يرى. فإذا هذا كلام الإمام السبكي رحمه الله ومقتضاه مخالف لكلام الأئمة والأصحاب. نعم. ثم بعده على من يجب، هذا وجوب يعني السبب، بيان السبب قدم الله. ثم على من يجب، وإنما يجب صوم رمضان على كل مكلف أي بالغ عاقل مطيق له. ينبغي أن يكون مكلفا، ثم ينبغي أن يكون مطيقا للصوم. نعم، هذا شرط يعني زائد بالنسبة إلى الصلاة وغيره، لا يشترط الطاقة أو لا يعتبر الطاقة في وجوب الصلاة، بل كيف يمكن كذلك يصلي قائما أو قاعدا أو جالسا أو يعني راقدا ملتجيا، بينا أو بالإشارة كيفما يعني يطيق يفعل. أما هنا يعتبر هذه الطاقة أي للصوم حسا وشرعا، ثم الطاقة ينبغي أن توجد حسا وشرعا، فلا يجب على صبي ومجنون ولا على من لا يطيقه لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. إذن لا يجب على صبي ومجنون، لماذا؟ وهما لا يستطيعان الشرعا، لا يستطيعان حسا لرفع القلم عنهما، هكذا ذكرنا. حسا لا يطيقان الصبي والمجنون، ولا على من لا يطيقه لكبر يعني هذا كبير السن هو أيضا لا يطيق حسا، أو مرض آخر وليس كبير السن ليس حرما عجوزا بل أصاب شاب ما ذلك أو يعني بالغ ما ذلك أصابه مرض لذلك لا يطيقون. إذن لا يجب لو كان هذا المرض لا يرجى برؤه عندئذ لا يجب، لا يجب يعني الصوم، لا يجب أداء وقضاء، هذا الذي يقول ليس يعني الوجوب. ثم بعد ذلك جواز الإفطار مثلا المسافر المكلف المسافر في رمضان يجب عليه الصوم ومع ذلك يجوز له الفطر لأجل صومه، هذا مسألة أخرى وهذا أخرى، يعني هنا أصل الوجوب. ثم لا يرجى برؤه، فإذا لو كان المرض يرجى برؤه يجب عليه الصوم، ثم بعد ذلك لو لم يكن عنده طاقة يجوز له فطره. ويلزمه، يلزم من؟ هذا من لا يطيق لكبر ومرض لا يرجى برؤه، ماذا يلزمه؟ مد لكل يوم، لا يجب عليه الصوم بل يجب عليه التصدق بمد من الطعام من قوت البلد لكل يوم. ولا ثم ولا على حائل ونفساء لا يجب عليهما لأنهما لا تطيقان شرعا. لماذا؟ في الشرعية هذه الطهارة واجبة لصحة الصوم وهما غير طاهرتان لذلك. فإذا لو لم يجب عليهما الصوم أصالة ثم لماذا يجب عليهما القضاء؟ القضاء يعني بعد الوجوب، فهذان يجب عليهما القضاء، هذا القضاء بدليل آخر، دليل غير هذا، غير دليل الوجوب، هكذا حلوا. ثم يبين يعني فروض الصوم أي الصوم، وفرضه أي الصوم نية لكل يوم، نية بالقلب، ولا يشترط التلفظ بها، يكفي النية بالقلب لا يشترط التلفظ بها كما يشترط التلفظ بالعتق ونحوه، بل يندب، هذا النطق مندوب كما في الصلاة. ولا يجزي عنها التسحر وإن قصد به التقوي على الصوم. هل يجزي عنه التسحر؟ رجل تسحر ولم ينوي، هل يكفي هذا التسحر؟ لا يكفي. ولا يجزي عنها يعني النية التسحر، أو الشرب تسحر يعني لم يتعلم يتناول الطعام بل هو شرب فقط شربا. لماذا شرب؟ لدفع العطش لأجل الصوم، هو شرب ماء كثيرا لئلا يعطس في النهار الآتي لأجل صومه، هذا لا يجزي ولا يغني عن النية. وإن قصد به التقوي على الصوم، ممكن عند التسحر هو نوى أنه يتقوى بسحوره على الصوم، لا يكفي. ولا الامتناع من تناول مفطر خوف الفجر، أو يعني في الليل، يعني وقت السحر كان قريبا من الفجر، فإذا أو هو ترك مفطرا، إما ترك الجماع أو يعني أكل طعام أو شرب شراب تركه، لماذا؟ خوف الفجر. فهذا الامتناع هل يغني عن النية؟ هل يجزي عن النية؟ لا يجزي. هذه الأمور ما لم يخطر بباله الصوم بالصفات التي يجب التعرض لها في النية، هذا سيأتي. ما هي الأمور التي، ما هي الصفات التي يجب التعرض لها في النية؟ وبهذه الصفة يجب خطر الصوم، حضور الصوم في قلبه، إما عند التسحر أو عند شرب الماء أو يعني عند هذا الامتناع، عند أحد من هذه الأفعال يجب حضور الصوم بهذه الصفات، لا يكفي يعني مجرد الصوم، بهذه الشروط يجب لكل يوم. النیت لکل یوم هذا واجب. فلو نوى اول ليله رمضان صوم جميعه لم يكفي لغير اليوم الاول. لو نوى اول ليله من رمضان ماذا نوى؟ صوم جميع رمضان لم يكفي لغير اليوم الاول. قال شيخنا لكن ينبغي ذلك ليحصل له صوم اليوم الذي نسي النية فيه عند مالك رضي الله عنه. لكن ينبغي ذلك يعني يتأكد استحبابه، هذا معنى قوله ينبغي. أي شيء ينبغي؟ نية جميع رمضان، نية صوم جميع رمضان في أول رمضان، في أول ليلة من رمضان ماذا يفعل؟ وهو ينوي أن يصوم لجميع رمضان هكذا. فإذا في أول ليلة رمضان هو ينوي لليوم الأول فقط، وبعد ذلك ينوي أن يصوم جميع رمضان. هكذا نيتان في الليلة الأولى من رمضان، ينوي نيتين. فهذا مستحب. النية ثانية يعني أن ينوي أن يصوم جميع رمضان. لماذا هذا متأكد؟ ينبغي ذلك ليحصل له صوم اليوم الذي نسي النية فيه. يعني لو نسي يوما من الأيام النية، أي نية؟ هذا نيتان لكل يوم لكل يوم هكذا نسي. فإذن يحصل له هذا الصوم عند مالك رضي الله عنه، عند مالك رضي الله عنه يجوز يكفي أن ينوي أن يصوم جميع رمضان في الليلة الأولى هكذا ينوي. فإذن تمت النية، بعد ذلك لا حاجة إلى نية في يوم آخر، بل هكذا نية واحدة لجميع رمضان. فإذن هذا شافعي نوى هكذا، ثم بعد ذلك نسي النية يوما من الأيام، يكفي له بناء على مذهبه هذا الصوم. نعم. كما تسن له، كذلك تسن له أول اليوم الذي نسيها فيه ليحصل له صومه عند أبي حنيفة رحمه الله. إما هكذا يستفيد يعني من مذهب مالك رضي الله عنه. لو لم يفعل ذلك ماذا يجب؟ تسن يعني النية له أول اليوم الذي نسيها. إذن فرضا اليوم يعني من رمضان نسي النية يعني البارحة، لم ينوي النية، فإذن صباح بعد فجر اليوم قبل الزوال ينوي صوم اليوم كما يجوز. هكذا النية لصوم النفل، نعم لنوافل الصوم يجوز في مذهبنا. كذلك للفرض يجوز عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، هكذا يفعل. وواضح أن محله، فإذن إما أول اليوم أو يعني أول الليلة هكذا نية جميع رمضان كلها إن قلد. نعم. وواضح أن محله إن قلد الإمام مالك رضي الله عنه أو أبي حنيفة رحمه الله. وإلا لو لم يقلد كان متلبسا بعبادة فاسدة باعتقاده، يعني في اعتقاد هذا الشافعي أنه متلبس بعبادة فاسدة وهو حرام لو لم يقلد. لأجل ذلك يقلد ثم يقضي. هذا عبادة فاسدة ليس معناه أن هذا الإمساك عبادة فاسدة، بل هذا إمساك واجب. لو نسي يعني نية يوم لا يجوز في نهاره أن يتناول أن يباشر المفطر، أن يرتكب المفطرات، بل ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الإمساك. فوق الإمساك هو يعتقد أنه صائم حقيقة، هذا هو يعني استغلال بعبادة فاسدة وهو حرام. ثم وشرط في النية يوجد بعض الشروط. شرط لفرضه أي الصوم ولو نذرا، هذا فرض إما يكون فرضا أصليا أو نذرا أو كفارة أو صوم استسقاء أمر به الإمام، يعني لأجل الاستسقاء لو أمر الإمام بصوم 3 أيام يكون واجبا على المسلمين في هذه الأربعة، يعني صوم رمضان، صوم النذر، كفارة أو صوم استسقاء أمر به الإمام، إمام البلد. تبييت في الفرض يجب يشترط تبييت، إنما في النفل لا يشترط. ما معنى تبييت؟ أي إيقاع النية ليلا. هذا ما المراد بالليل؟ أي فيما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، ولو في صوم المميز، لو كان رجل مميز، طفل مميز يصوم، هل يجب عليه هذا التبييت؟ نعم يجب عليه التبييت. هذا صوم النفل لا، صوم الصبي المميز أو صوم الطفل المميز نفل، ومع ذلك يجب هذا التبييت. لماذا؟ لأنه على صورة الفرض كما ذكرنا في باب الصلاة، صلاة الصبي يعتبر نفلا، مع ذلك يعتبر في نيته هذا الفرضية. نعم. قال شيخنا: ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم تصح. ولو شك، متى يشك؟ عند النية، فهذا رجل ينوي في الليل لصوم الغد، فإذا عند النية هو يشك ماذا؟ أن نيته وقعت قبل الفجر أو بعده لم تصح. لماذا؟ لأن الأصل عدم وقوعها ليلا. هذا يعني صورة الشك هكذا: هل وقعت نيتي في الليل أو لم تقع؟ فإذا العدم هو الأصل، يعني عدم وقوع هذه النية في الليل. فإذا يعني لو اختلف صورة الشك يختلف المسألة. إذا مثلا هو نوى ثم بعد ذلك شك هل يعني طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، هذا تغير صورة الشك، هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر. هناك الأصل عدم طلوع الفجر، لذلك صحت نيته، لأن الأصل عدم وقوعها ليلا، لذي الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن، بخلاف ما لو نوى ثم شك هل طلع الفجر أو لا. لماذا؟ لأن الأصل عدم طلوعه للأصل المذكور أيضا انتهى، يعني يقدر في كل حادث بأقرب زمن. أقرب زمن ما هو؟ هذا عدم الحدوث، عدم ذلك الشيء هو ما يفرض بأقرب زمن، أما حدوثه هو أبعد زمن. ولا يبطلها نحو أكل وجماع بعدها، يعني هكذا نوى في الليل، بعد ذلك قبل طلوع الفجر هو أكل، يعني هو ارتكب شيئا من المفطرات، أو جامع زوجته، هكذا شيئا من المفطرات ارتكبه فعله. هل تبطل نيته؟ لا تبطل نيته، يعني لا يجب عليه إعادة النية بعد هذا الفعل، بعدها جماع بعدها وقبل الفجر. نعم. لو قطعها قبله يحتاج لتجديدها قطعا، فإذا هذا المذكور أولا يعني إما أكل أو جامع. أما لو قطع النية بعد أن نواها، مثلا هو أولا بعد صلاة التراويح هكذا يعني في أول الليل نوى صوم الغد، ثم بعد ذلك وقت السحور أو يعني في وقت من الأوقات نوى أنه يترك الصوم، فإذا بطلت هذه النية الأولى، يجب عليه إعادة النية. نعم. تجديدها قطع. ثم وتعيين، فإذا يجب التبييت وكذلك تعيين في فرض الصوم. نعم. لمنوي، يعين المنوي في الفرض. نعم. نعم. نا لا نعم. نعم قبل الفجر لو قطع النية ينقطع، أما لا نعم بعد شروعه في الصوم لا يؤثر نية قطع الصوم. نعم هذا فرق بين الصلاتين، هذا مسألة سيئة. نعم سيأتي هذا في الكتاب سيأتي. ثم أو وتعين كذلك تبيين وتعين كلاهما للفرض، تعيين للمنوي في الفرض كرمضان أو نذر أو كفارة، لأنه هو يصوم غدا عن رمضان يجب أن نية أن صومه عن رمضان، أو يصوم غدا يعني عن نذر، ممكن هو نذر صوما ثم يصوم هذا النذر غدا، فإذا هو يقول نويت صوما عن نذر كذا هكذا أو كفارة، بأن ينوي كل ليلة أنه صائم غدا عن رمضان أو عن نذر أو الكفارة. هكذا تعيين يعني تعيين باعتبار الجنس فقط، هذا رمضان جنس نذر جنس يعني كفارة جنس، لذلك قال وإن لم يعين سببها، ممكن يختلف أسباب الكفارات، هناك أسباب إما هو حنث في قسمه أو يعني جامع في رمضان، وهكذا أسباب مختلفة لصوم الكفارة، لا حاجة إلى تعيين هذا السبب. فإذا معنى التعيين الأول يعني باعتبار الجنس ليس باعتبار الشخصي. نعم فلو نوى الصوم عن فرضه، ونوى الصوم عن فرضه يعني عن فرض الصوم، ثم أو يعني فرض وقته لم يكفي، هكذا إما نوى فرض الصوم أو نوى فرض وقت الصوم لا يكفي، هذا فرضه وقته ضميران يرجعان إلى الصوم لا يكفي. لماذا؟ ليس هناك تعيين الصوم. نعم من عليه قضاء رمضانين أو نذر أو كفارة من جهات مختلفة لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس. من عليه قضاء رمضانين، فإذن قبل رمضان وقبله أيضا فاته الصيام، هكذا قضاء رمضانين اجتمع على رجل، ثم عندما يقضي هل يجب عليه أن هذا الصوم الذي يصوم غدا من هذا الرمضان الماضي الأول أو يعني هذا الرمضان قبله، هذا أيضا لا يجب. من عليه قضاء رمضانين أو نذر من جهات مختلفة أو كفارة من جهات مختلفة لم يشترط التعيين لاتحاد الجنس، يعني هذا تعيين شخصي لا يجب، بل تعيين جنسي فقط يجب. واعترض باشتراط التبييت في الفرض النفل، يعني اعترض عن النفل بقوله ويشترط وشرط في فرض لفرضه بقوله لفرضه عن النفل، فإذا فتصح فيه يعني النية صحيحة في النفل ولو مؤقتا، نفل ليس نفلا مطلقا بل هذا نفل مؤقت، مثلا هذا صوم عاشوراء أو صوم يوم عرفة هكذا مؤقت، النية قبل الزوال يعني قبل زوال يوم الصوم يجوز للخبر الصحيح. نعم هذا ورد خبر صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتعيين فيه النفل كذلك، وبالتعيين احترز المصنف باشتراط التعيين، بالتعيين معناه باشتراط التعيين عين في الفرض، عما اشترط احترز عن النفل يعني احترز عن النفل أيضا، فتصح ولو مؤقتا بنية مطلقة كما اعتمده غير واحد. نعم فإذا لا حاجة إلى ما إلى تعيين، يعني يكفي هناك نية مطلقة. نعم لا حاجة إلى تعيين هذا الصوم النفلي فإذا هذا رجل يصوم يوم الخميس أو يوم الاثنين، لا حاجة إلى تعيين أن الصوم صوم يوم الخميس أو يوم الاثنين، هكذا لا حاجة، بل يكفي له نية أنه يصوم غدا فقط. نعم، كما اعتمده غير واحد. نعم، باحث في المجموع اشتراط التعيين في الرواتب كعرفة وما معها. هكذا يعني اشترط، باحث في المجموع أنه يشترط التعيين في صيام الرواتب. ما هي الرواتب؟ يعني يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان وهكذا، أو يوم الاثنين والخميس، كل هذا رواتب يجب هناك، فلا يحصل غيرها معه. لو كان التعيين واجبا فلا يحصل غيرها، غيرها يعني غير الرواتب لا يحصل معها، معناه مع الرواتب، مثل الفرض لا يحصل صوم آخر في يوم صوم فرض رمضان أو نذر أو كفارة، هذا يجب التعيين. لأجل ذلك لا يجوز، لا يحصل معه صوم آخر. نعم، وإن نوي، لو نوي الغير لا يحصل، هكذا قال. بل مقتضى القياس كما قال اللسنبي أن نيتهما مبطلة. يعني الأول ماذا قال؟ قال يعني أول يعني قال لا يحصل فقط، عدم الحصول هو بحث في المجموع. نعم، فلا يحصل غيرها معه، هذا ما بني على بحث المجموع. لكن قال الأسنبي رحمه الله هذا مبطلة، يعني لو نوى مع الرواتب صوم آخر من صوم فرض أو يعني من صوم سنة يبطلهما جميعا، لا يحصلان بل هما باطلان. كما لو نوى الظهر وسنته، رجل يصلي الظهر ومعه نوى الرواتب أيضا، فكلاهما باطلة، أو سنة الظهر وسنة العصر، كلاهما باطلة كذلك هنا أيضا. سيأتي يعني مسألة يعني الجمع بينهما. نعم، سيأتي زيادة تفصيل في هذه المسألة. ثم فأقل النية المجزية، هكذا يعني نية ماذا يجب فيه التبييت أو التعيين وكذلك الفرضية، كل هذا واجب. أقل النية المجزية بالنسبة إلى صوم رمضان، نويت صوم رمضان فقط، نويت هذا فعل نية الفعل، نية فعل الصوم، نويت صوم، أن أي صوم؟ هذا رمضان، هذا أقل النية. ولو بدون الفرض لا حاجة إلى التعرض للفرض، لماذا؟ على المعتمد كما صححه في المجموع تبعا للأكثرين، لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا. صوم رمضان لا يقع إلا فرضا من البالغ. لماذا قال من البالغ؟ لأنه من الصبي يقع نفلا، لذلك قال لا يقع إلا فرضا. فإذا هذا قوله رمضان يغني عن التعرض للفرضية، بخلاف نية الصلاة، وهناك يجب هذا نية الظهر وكذلك الفرض أيضا. لماذا؟ الظهر يكون نفلا في بعض الأحيان، مثلا لو أعاد الظهر، المعادة تكون يعني نفلا فقط، يعني لا تكون فرضا، لأجل ذلك هناك يجب التعرض للفرضية، هنا لا يجب. ثم مقتضى كلام الروضة والمنهج وجوب الفرض. نعم، التعرض للفرضية أو بلا غد، يعني هل يجب التعرض إلى الغد؟ لا يجب التعرض إلى الغد، هذا أو بلا غد عاطف على قوله بدون الفرل، فإذا يكون معناه ولو بدون غد، فإذا يكفي هذا نويت صوم غد، لا يجب التعرض للفرلية ولا إلى الغد كما قال الشيخاني، لأن لفظ الغد اشتهر في كلامهم بتفسير التعيين، وهو في الحقيقة ليس من حد التعيين. هذا كلمة غد، غد ولفظ غد هو مشهور في كلامهم بتفسير التعيين. هل هو في التعيين حقيقة؟ ليس في التعيين حقيقة، بل معنى التعيين يعني تعيين جنس الصوم فقط، هل هو عن رمضان أو هل هو عن نذر أو عن كفارة، وهذا معنى التعيين. فإذا كلمة لفظ الغد ولو كان مشهورا بتفسير التعيين وهو ليس في التعيين، لأجل ذلك لا يجب، فلا يجب التعرض له بخصوصه، بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي، بل يكفي دخوله يعني دخول الغد في صوم الشهر المنوي لحصول التعيين حينئذ. لو كان الغد داخلا في صوم الشهر المنوي يكون يحصل التعيين، لكن قضية كلام شيخنا كالمزجد وجوبه. نعم. فإذا في نية الفرلية التعرض إلى الفرل وكذلك التعرض للغد خلاف، الراجح لا يجب التعرض إليهما. ثم وأكملها أكمل النية، هذا نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى. فإذا في الفرلية والغد خلافا، لأجل هذا الخلاف يذكر. ثم يتعرض للأداء، هل هو أداء أو قضاء يتعرض، كذلك يتعرض إلى تعيين السنة، لذلك قال رمضان هذه السنة، ثم يتعرض لله تعالى، وهذه الثلاث مسنونات. نعم. نويت صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة، كلها إضافات يعني متوالية، أداء أضيف إلى الفرض، فرض أضيف إلى رمضان، رمضان أضيف إلى هذه السنة. فإذا أربع كلمات متوالية مضاف بعضها إلى بعض، أداء فرض رمضان هذه السنة، رمضان بالجر لإضافته لما بعده. نعم. لله تعالى لصحة النية حينئذ اتفاقا، لذلك صار هذا أكمل. نعم. ما معنى الأداء هنا؟ أداء يعني ضد القضاء، ليس مجرد يعني الفعل، أداء يأتي بمعنى الفعل في بعض الأحيان، هنا ليس ذاك، بل معناه يعني ضد القضاء. نعم. وباحث الأذرعي رحمه الله أنه لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان قبله لزمه التعرض للأداء أو تعيين السنة، هكذا ذكر. يعني هذا رجل يصوم عن رمضان، لكن عليه بعض الصيام يعني الفائت من رمضان سابق، عندئذ يجب التعرض، هل يصوم غدا عن أداء أو عن قضاء، كذلك هل يصوم عن السنة الحاضرة أو عن السنة الماضية، هكذا يجب التعرض، هكذا قال. لكن أصلا هذا ليس بواجب، لماذا؟ لأنه لا يصح صوم في رمضان عن غيره، لأجل ذلك. فإذا هذا رمضان، هل يجوز لأحد أن يصوم غدا عن غير رمضان الحاضر؟ لا يجوز، لا ينقض صوما في رمضان عن غير رمضان الحاضر، لأجل ذلك لا حاجة إليه. نعم. وصلنا إلى المفطرات. نعم. نوقف هنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.